ها؟ كل اللي يحب واحدة وتقول له مش هتجوزك يقتلها، فين العدل؟ فين العدل كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يحلى الكلام إلا بذكر الواحد الديان، ولا يحلى القول إلا بذكر محمد الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنتكلم النهارده يا ساده في قضيه شغلت الترند رقم 2 على السوشيال ميديا، سلمى واسلام. يمكن اسلام اللي احنا هنقول عليه في البدايه الشيخ اسلام، ما تستغربوش، اسلام كان شيخ في يوم من الايام، والعلاقه الاسريه ما بين اسلام وكمان ابوه وامه، وليه ابوه طرده من البيت. وهنتكلم مع بعض في قضيه ان اسلام كان محجوز في مستشفى امراض العقليه، هي علاقه سلمى باسلام، ان سلمى هي اللي كانت بتجري ورا اسلام. وهنقول لحضراتكم ازاي دبرت اميره، ايوه اميره صديقه سلمى، الروح بالروح، ان هي اللي حددت مكان سلمى وكمان وقت وقوع الجريمه. حكايه المرتين اللي تقدم فيهم اسلام علشان يخطب سلمى، مره في البيت ومره في حرم الجامعه. ورجعنا لحضراتكم علشان نكمل حكايتنا وايه الكواليس اللي طرحت على السوشيال ميديا مؤخرا. هنبدا كده يا ساده باول خبر في حلقه النهارده، الشيخ اسلام، ايوه اسلام فتحي اللي هو متهم في واقعه سلمى الشواذفي او سلمى بهجت زي ما انتشرت على السوشيال ميديا. اسلام ده كان في سنه اولى في الجامعه يا ساده، لكن كان مر بمراحل كبيره، كان مر بمراحل مشاكل اسريه ما بينه وما بين اسرته، وهنا اتجه الولد ان اطلق لحيته وبدا يعتكف في المساجد. كان بينام في المساجد لكن ابوه خاف عليه. يمكن الابهات النهارده بقت بتخاف على الاولاد لما يناموا في بيوت ربنا سبحانه وتعالى. هنا شار الاب على عمه، وهنا العم اخد اسلام وراح قعد بيه في محافظه الجيزه. لكن بعد يمكن شهور بسيطه جدا، بعد ما كان اسلام متزمت وكان يمكن ما بيفاوتش ولا ركعه ولا فرض الا لما يصليه في المسجد والجلباته الصغيره، هنا ابو اسلام اللي قال لعمه لا هات لي ابني يعيش معايا في زازي. يعني يمكن استمرار الحال من المحال، يمكن النهارده اسلام كان في الظل وابوه جابه للشمس، يمكن اسلام بعد ما كان متزمت دينيا هنا انحرف، او بمعنى اشمل واوضح الحد اسلام بالطريقه اللي حضراتكم شفتوها، الوشم الناحيتين، الوشم في كل حته من جسمه، ويمكن الطلاسم مغرقه وجهه وظهره وبطنه كمان. هنا بدا اسلام يتشدد للالحاد، بدا انه يعمل قنوات على يوتيوب ويسكر ويشرب ويطلع كمان افيهات على البنات، وازاي تختار البنت البي اي ان تي، والبنت يتشال القمر ويتحط مكانها، والبنت ده لو يمكن لو لفيت سوتس العالم علشان تطلع بنت. دي كانت حكايه اسلام والحاده، ولما كان شيخ في يوم من الايام. اتعرف اسلام على سلمى، زي ما ورد الينا ان سلمى كان في علاقه عاطفيه ما بينها وما بين اسلام، وعلشان ما فيش حد يكذبنا هنعرض لحضراتكم دلوقتي الصور واحنا بنتكلم معاكم. دي صور سلمى اللي ظاهره قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، ان سلمى موجوده معاه في العربيه، سلمى موجوده معاه كمان في كافيه، وموجوده بمقطع فيديو هنشغله من غير صوت. وهنا دلوقتي هنا يبقى ثبت ان في علاقه عاطفيه ما بين جوز الاولاد. بس يا ترى هل سلمى تركت او تنحت عن العلاقه مع اسلام لما ظهر بالشكل اللي حضراتكم بتشوفوه على السوشيال ميديا، طلاسم غريبه وفيديو مجهولة المعنى ومجهولة الحروف وحتى الكلمات، وكمان هنا بدأ اسلام يتنحى عن سلمى. يمكن اللي ورد لنا ان كان في علاقة ما بين سلمى وما بين اسلام، واكدنا لحضراتكم صورة العلاقة من خلال الصور اللي احنا عرضناها، يبقى هنا ثبت ان كان في علاقة. لكن دماغنا ما تروحش بعيد ان كانت علاقة محرمة او علاقة شقة او غيره، انها كانت بنت حافظة للقرآن الكريم. هنا في البداية سلمى اللي تعرفت على اسلام وبدات تنصب خيوطها عليه، هنا بدا اسلام يعجب بيها، كلمه في ابتسامه فموعد فلقاء زي ما احنا حافظين، وهنا توططت العلاقه العاطفيه ما بين الاثنين.
لكن إذا كان إسلام يمكن أبوه كان مديله مطلق الحرية، وعلشان كده أثر المشاكل اللي حصلت ما بين إسلام وما بين الأسرة بتاعته والتفكك الأسري اللي موجود عندهم، إسلام هنا فضل إنه ياخد فيلا في الشروق، فيلا خاصة بنفسه. هنا بدأ إن إسلام يبعد شوية عن سلمى، سلمى تتودد لصديقة اسمها أميرة، أميرة كانت العصفورة أيوة اللي بتنقل الأخبار من هنا وتوديها لهنا وتجيب الأخبار من هنا وتوديها لهناك. هنا أميرة كانت لما سلمى تزعل من إسلام تصالح إسلام على سلمى، والعكس صحيح لحد ما إسلام نفض لسلمى. وهنا بدأت إنها سلمى تجري وراه في كل مكان لحد ما الولد ما رجع تاني للعلاقة، وبعد كده سلمى هي اللي قررت إنها تنهي العلاقة بعد ما إسلام يمكن توغل في الطلاسم وشغل التاتوهات وشغل الوشم اللي موجود على جسمه. وهنا بدأت سلمى تبعد عنه كل وجزء بعد ما كانت بتحبه، كانت بتحبه، وبعد ما انهت العلاقة بينه وبينها قعدت يجي 7-8 شهور ما تروحش الجامعة الا على ايام الامتحانات. هنا بدأ يتودد اسلام لاميرة، الاميرة اللي تم القبض عليها وتم التحقيق معاه من خلال التحريات وتم اخلاء سبيلها على ذمة القضية كمان. هنا كان دور اميرة في حتة بقى انها تحدد مكان سلمى، بس بعد ما نحكي المنوط في القضية. هنا بدأت ان سلمى تتنحى عن اسلام، وهنا ما عادتش بترد عليه، وكل ما يتكلمها من جيميل فيك او من رقم جديد اتصالات كانت بتعمل له بلوك على طول يا سادة. هنا بدا الغل يتوغل في قلب اسلام علشان ينتقم من سلمى. لكن في يمكن يوم 29/7 اخر ايام الامتحانات، هنا بقى توجه اسلام بمراقبه سلمى وكان خطط انه ينهي حياته. لكن في اليوم الموعود تواجد ابوها وامها، ابو سلمى وام سلمى كانوا موجودين معاها في الامتحانات، لان اسلام بعت لها تهديدات كتيره، ويمكن قال لها انا هخلي عرش الرحمن يهتز من اللي انا هعمله فيكي، وبعد كده اعدموني، لازم اعمل فيكي زي ما اتعمل في نيره اشرف. ايوه، ما دلوقتي الناس اللي واقفه وتساند محمد عادل النهارده هيخلوا الجريمه دي ظاهره مجتمعيه في المجتمع المصري. لكن احنا نتكلم بصدد بقى لما تقدم اسلام لسما. يمكن يوم 29 هنا اسلام شاف ابوها وامها موجودين، هنا اسلام اتصل على ابوه وعلى امه وجابهم من غصب عنهم علشان يتقدموا لسلمى قدام ابوها وامها اللي رفضوا، وقالوا احنا هنجوز بنتنا لواحد عامل تاتوهات ومنظرك ومش عارف ايه، لكن ورد لنا اخبار تانية، واكيد ان اسلام اتقدم لوحده لسلمى في بيتها، لكن الاب في الوقت ده كان اسلام ولا عامل وشم ولا عامل تاتوهات ولا اي حاجه، عشان احنا نقول الحقيقه ونقول اللي بيرضي ربنا. اسلام اتقدم لسلمى في بيتها وهي كانت عارفه ان هو جاي يتقدم، لكن الاب رفض في الوقت ده وقال له يا ابني انت هتتجوز واحده وانت لسه في الدراسه، شق طريقه، خلص دراستك وبعدين ربنا يصلح الاحوال. يمكن بعد ما تقدم المره الاولى، هنا اسلام راح باع اللابتوب والموبايل بتاعه وجاب هديه صغيره كده عباره عن غويشه وسلسله واداهم لسلمى وقال لها دي شبكتي مني ليكي لحد ما نخلص الدراسه. يعني اسلام اتقدم مرتين لسلمى، مره في البيت ومره كمان في حرم الجامعه، لكن رفض في المرتين، رفض في المره الاولى عشان دراسته وفي المره الثانيه علشان منظره من طريقه الوشم والطلاسم والتاتوهات اللي حاططها على جسمه. ولما نيجي نتكلم مع حضراتكم في حكاية بقى مستشفى الأمراض العقلية، ايه الحدوتة؟ صلى على رسول الله. الحدوتة ان اسلام ده من يمكن اكتر من 3-4 سنوات نتيجة الادمان والشرب والمسكرات والحاجات دي، ابوه زهق منه، كان اسلام وهو متواجد في بيت ابوه كان بيسبب له مشاكل من طريقة شكله ومن طريقة لبسه ومن طريقة معاملته مع الناس، عشان كده نشأت المشاكل وراح بقى للقاهرة، وبعد كده لما جه امه هي اللي توددت لابوه قالت له ناخد له شقة خاصة، وبعدين كده بعد ما خدوا شقة خدوا فيلا، الولد كان حر طريق، يعني كان مطلق الحرية ما بين أسرة متفككة. يمكن أنت لما تكون عندك مشكلة في أسرتك خليها تحيط بيك أنت بس، ما تضرش أي حد تاني في المجتمع، لكن ده اللي حصل. هنا لما زهق أبو إسلام من إسلام واللي جابه
اسلام كمان هنا اخده وقال له تعالى امال روح مشوار، وراح احتجزه في مستشفى الامراض العقليه. هظهر لحضراتكم دلوقتي الشهاده المرضيه والروشيتات بتاعه المستشفى والفواتير، لكن ده مش هيعفيه من الجرم، لانه لو كان عفاه كان من باب اولى عفا اصحاب الميكروباص اللي هما الاثنين بتوع فتاه المعادي اللي تم سحلها تحت عجلات اتوبيس اللي هما كانوا سارقينه او مأجرينه، وتم تنفيذ الحكم من قيمه 3 ايام، مش تحويل اوراق للمفتي يا ساده، لكن تنفيذ حكم في الحال وتنفذه، وتم تسليم جسامينهم لاهلهم. لو كان هيفيده برضه كان فاد عبد الرحمن دبور صاحب اشهر واقع، ويمكن هي كانت بدايه نقوص الخطر في محافظة الإسماعيلية. الكل سمع عن الحلقة دي، لكن إن شاء الله إن شاء الله إحنا ما بنجرمش ولا إحنا ما بنبرأش الجرم اللي ارتكبه محمد عادل أو كمان إسلام فتحي، إحنا بنجرمه طبعا، لكن يعني المفروض نصيحة لكل الفتيات لكل البنات، مفيش حاجة اسمها علاقة وتنتهي بعد كده، ومفيش حاجة اسمها علاقة وممكن نتجوز، مفيش حاجة البنت المؤدبة البنت اللي بتعرف ربنا سبحانه وتعالى، مفيش حاجة في القرآن ولا في السنة ولا في الأئمة الأربعة بتحل علاقة الرجل بالمرأة إلا بالزواج أو بقراءة الفاتحة أو بالخطوبة زي ما احنا متعودين، العادات والتقاليد اللي احنا اتربينا عليها. دي نصيحة ودي دروس مستفادة ومواعظ لجميع بناتنا في كل مكان. فلو هتشاهد معايا الفيديو ممكن ما يكونش عندك بنت أو ولد في الجامعة، لكن بمشاركتك ولايك على الفيديو ممكن بنت أو أب أو أم عندهم أولاد في الجامعة ياخدوا نصايح من الفيديو. يعني انت بتطمننا بإيه يا أستاذ مجدي؟ بطمن لحضراتكم إن القضاء ما بيلتفتش يمكن للسوشيال ميديا أو لقضايا الترند أو قضايا الرأي العام، لكن القضاء في حقبته أوراق وأدلة ودفوع وإقرارات واعترافات من قبل المتهمين. يمكن كده بنأكد لحضراتكم إن إن شاء الله هيكون الحكم القصاص في محمد عادل وإسلام فتحي. كده ما عادش معانا غير آخر خبر في القضية، وهو خبر أميرة، يمكن اللي إحنا بنقول عليها العصفورة، العصفورة أميرة اللي كانت بتشيل الأخبار من سلمى توديها لإسلام، وتشيل من إسلام توديها لسلمى رحمها الله. هنا لما انقطعت الصلة ما بين إسلام وسلمى يمكن لأكثر من 4-5 شهور، مين اللي نطت في العلاقة؟ أميرة، هي اللي تعرفت على إسلام بشكل ودي. يعني إيه؟ يعني كان الأول هي يمكن حمامة سلام بتشيل الأخبار وتصالح الطرفين فقط لغير، لكن لما لقت إن سلمى بدأت تبعد والخيوط بدأت تضعف ما بين الاثنين سلمى وإسلام، بدأت هي تنصب خيوطها القوية على الزبون اللي هو إسلام، وبدأ يقع في حبها. لكن اعترف بإسلام لبعض أصدقائه على الشات اللي هو على مواقع التواصل الاجتماعي الواتساب، وقال له خلاص أنا ما بحبش أميرة، وأنا كده يعني لفظ ما ينفعش ولازم أرجع لسلمى مرة تانية. هنا اسلام قال لأميرة انا عاوز سلمى عشان اقدبها واعمل فيها موقف عشان هي جرحتني وحاجات من دي. فهنا طبعا أميرة فكرت بفكر المصلحة، بمعنى انها لما هتحدد له الميعاد وتحدد له المكان فهنا هيتم مشاجرة ما بينهم او يتم مناوشات ما بينهم، فيمكن الخيوط البسيطة اللي ما بين الاثنين تتقطع وصلها، وهنا هي تركب على المصراع وهي حب اسلام. وبالفعل أميرة حددت المكان وتواصلت مع سلمى وعرفت إنها في عمارة محجوب في منطقة المنتزه بمدينة الزقازيق، إنها بتتدرب في موقع إلكتروني، وعلشان كده عرفت التوقيت وعرفت المكان وراح ترصد ليها إسلام. وأول ما شافها داخلة مدخل العمارة كعبلها أو عنقلها زي ما إحنا بنقول لحد ما البنت انكفت على وشها، علشان كده خدت 15 طعنة في الظهر واتنين في الصدر، وصعدت روح المرحومة سلمى لبريئة. احنا ما بنبرأش الجرم، احنا ما بنبرأش فعل اسلام او محمد عادل، لكن احنا بنبين الحقيقة وبنبين اصول الحكاية، سواء غلطانة او مش غلطانة، فدي دروس مستفادة لبناتنا والاولادنا والابهاتنا كمان ولجميع ربوب الاسرة المصرية وحتى الوطن العربي. لو حضرتك شاهدت معايا الفيديو للنهاية ياريت ما تنسناش في الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس كمان، علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصريات جديدة عن قضية اسلام وسلمى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.